يناقش المؤتمر أهم المحاور الاقتصادية في التكنولوجيا المالية وخطر التداول بالعملات الرقمية على الاقتصاد، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال والخدمات والمشاريع الخاصة بالمعاملات الحكومية والمؤسسية والبنكية والدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان والتأمين وأمن وسلامة المعلومات المالية والحسابات والاقتصاد والتجارة في ظل التكنولوجيا المتقدمة ومتغيراتها المتسارعة. أول مرحلة لأي مستثمر هي يعرف عن المخاطر قبل ما يعرف عن الفرص الاستثمارية، وإحنا مهنتنا مع تحت قيادة الهيئة الأوراق المالية نوعي المستثمرين عن المخاطر. عمر بتحدث عن كل المنتجات المالية، وفي نقاش حول العملات الافتراضية البيتكوين وغيرها، وكيف أنها هي عملات خطرة وتختلف عن موضوع أو هي لها علاقة بهذا الموضوع، ولكن الأهم هو التطورات التكنولوجية المالية وقدرتها على تقديم خدمات مالية جديدة آمنة للناس. منصور العبادي، التلفزيون الأردني، البحر الميت.